ميرسي لكل اللي صوت لي ووقف حدي ودعمني. رح اقول له انا انه ما خيبت له امله، رح يشوفني برا اذا الله راد، رح اعمل كثير اشياء حلوه ورح ضل واضح ومبين بالساحه الفنيه. اكثر محل رح اشتاق له هو الطاوله تبع الاكل، لانه يعني كنت اكثر شيء بتجمعنا انه كلنا قاعدين سوا، و من الليفينج روم تقريبا كلها. رح اشتاق اكثر 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 شيء ريتا، غاده والي وليا وعبد السلام وريان كمان، تقريبا كلهم رح اشتاق لهم، بس في عالم رح اشتاق لها اكثر وتعودت عليها. ومن بعد ما يطلعوا بشوفهم وبحكي معهم. كل شيء عملته بالاكاديمي كان حلو، يعني الرقص والضحك والتمثيل كل شيء كان حلو، بس الشيء اللي مش حلو انه الفايقه بكير، يعني ننزل على السبور، يعني هيك ابشع شيء عندي بالاكاديمي. بس كمان رح اشتاق لمارسيلينو كثير. هلا اكثر صف انا رح اشتاق له لانه كانت المدام ماري كان حلمي انه انا تدرسني وتعطيني كم فكره عن الشيء اللي لازم غنيه، انه حسيت انه كانت معجزه اني اشوفها، والحمد لله وصلت للحلم وستار اكاديمي من قبل، وحلم اني اشوف مدام ماري تدرسني. اكثر برايم كنت كثير مبسوط فيه هو البرايم الرابع اللي هو اليوم، كان افخم برايم يعني بالنسبه لي. كان في كثير عالم بحبها موجوده، غنيت اكثر غنيه بي بحبها وانا بحبها، وبعيش اللحظات فيها. عم عيش بهنا يا حبيبي من دونك. بدي اقول لاصحابي كلهم يعني اللي ما صوتوا لي، انا كثير بحبهم رح ضل احبهم، ما يفكروا انه اذا ما صوتوا لي ممكن يصير في عندي كره لهم. بعدين كمان دعاء بتستاهل كل خير، والله يوفقها يا رب. ما تفكروا تنسوني ابدا، رح ضل دائما، يعني رح ضل دائما بالساحه الفنيه، وعندي اعمال كثير حلوه رح اشتغلها مع عالم كثير حلوه. بدي اقول لكل اللي صوت لي ودعمني ووقف حدي، رح ضل اتواصل معكم على تويتر وفيسبوك وانستغرام وغيره وغيره وغيره، وبتشكركم كثير لدعمكم، ورح ضل احبكم مدى الحياه.